مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مشاكل التربة والانجراف. كي تعتبر انجراف التربة من بين المظاهر اللي كتعكس التدهور البيئي للتربة، وكيحدث انجراف التربة نتيجة عاملين رئيسيين من عوامل التعرية اللي هما الماء والرياح. من بين الأسباب اللي كتأدي لانجراف التربة، مياه الأمطار اللي كتعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانجراف. ميل الأراضي، فكل ما كان الميل كبير كل ما كانت كمية التربة المجروفة كبيرة، بالإضافة للريح من خلال عملية الحث الريحي وتخريب الغطاء النباتي عن طريق الحرائق وعن طريق ما يقوم به الإنسان من إبادة للخضرة، فكيساعد بذلك على انجراف الأراضي. الآن نشوف رأي مختص في مجال حماية التربة. انجراف ديال التربة هو يعني ناتج على جوج ديال العوامل، العامل الأول إما التعرية المائية، والعامل الثاني هو التعرية الريحية، وهادو بجوج العوامل مهمين عندنا في المغرب، ودراسة وطنية في هذا المجال ورات بأنه اللي همت 20 ديال المليون ديال الهكتار، ورات بأنه 11 ديال المليون معرضة لهذا الانجراف ديال التربة، وفيها 50% من 11 ديال المليون هي معرضة بشكل يعني كبير جدا. شنو هي التدابير والاحتياطات اللي اتخذتها الدولة بهدف التقليص من مشاكل الانجراف؟ بالنسبة للاستراتيجية المعتمدة هي ثلاثة ديال المحاور الأساسية. المحور الأول وهي المعالجة البيولوجية، وهنا عندنا مخطط مهم ديال التشجير وإعادة التشجير وتخليف ديال الأراضي ديال الغابات الطبيعية. والمعطى الثاني وهو المعالجة الميكانيكية، يعني بالنسبة لديك المجاري اللي كيكون فيها المياه والسيول بكثرة. المعطى الثالث وهي الاستعمالات المباشرة لهاد المجالات هذه عبر استعمالات كتنقص من هاد الانجراف. وما ننساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.